بعدين شوي شوي تطورت الأمور، صار يحكي لي أنا بحبك، وصار يحكي لي إنه صورك وهيك، كنت أبعت له صور ودبلج صور وكثير أشياء. بين الجاني والمجني عليه شبكات اعتقدنا أنها افتراضية، اخترقت خصوصياتنا وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا الواقعية. تبدأ الحكاية بطلب صداقة على فيسبوك، ومن ثم مشاعر وهمية، تليها أحلام وردية. فجأة تتحول هذه المشاعر إلى نار تشعل فتيل الندم، وتحول الحلم إلى كابوس. طفلة لم تتجاوز 17 عاماً انقلبت حياتها إلى رماد. أول صورة كانت الحجاب، ثاني صورة بدون حجاب، ثالث صورة شبه صناصير، يعني هاي كيف بطلب، لحد آخر صورة حكاني ممنوع ولا إشي. طبعا أنا كنت أول خايفة إنه أول مرة هيك، وما حكيت لأهلي وهيك. بعثت له إياها وحكيت له يعني تمسحها، حاولت أمسحها من عندي عشان تمسح من عنده، كان هو مسيبها وسوي تسجيل شاشة لكل محادثة، وأنا بديها ما بقدر أسوي شيء. بعدين بلشت تزن بالصور وإنه يحكي معي، يخلي بنات يحكوا معي، يحكي لي بدي تطلع معه هيك، أحكي له لا ما بدي. يعني أخذت مبالغ كبيرة كتير من أهلي عشان إنه أدفع له، كنت أغيب عن الدار كتير يعني أكون خايفة. لحد بعديها ماما إنه خلص فتح الدار ولاحظت علي. غابة مليئة بالضباع والفريسة سهلة المنال، الوقوع في فخ الجريمة الإلكترونية أصبح أمرا شائعا. العشوائية التي باتت تحكم أفكارنا وسيادة الهواتف الذكية على يومياتنا بشكل مفرط سهل على المجرم ارتكاب جريمته والنيل من ضحيته ببساطة. أثر الجريمة الإلكترونية لا ينتهي عند لحظة ارتكابها، وقد يدفع الضحية إلى التفكير بإنهاء الحياة. بكون في محاولات انتحار، بكون في تصرفات أو سلوكيات تحدي خاصة في الأعمار الصغيرة، بكون أحيانا حتى لجوء للكحول والمخدرات عشان تقدر تعطيهم دافع أو راحة عشان يقدروا يتحملوا الضغوطات اللي بتنحط عليهم. بتزيد هاي الحالات وبتزيد بشكل كبير، خاصة في الفئات العمرية اللي بين 15 ل 20، وخاصة عند السيدات، عند النساء بيكونوا أكثر عرضة. لآخر مرة كنت فيها أنا رايحة نادي الكاراتيه أتدرب، فطلع وأنا بالطريق هو وصحابه كانوا في السيارة، وقف بحكي لي اطلعي معي، حكيت له ما بطلع، حكي لي اطلعي معي، حكيت له ما بدي أطلع. بعدين مسك جوالي وأخده مني وطلعني، ضربني وطلعني في السيارة، أخذني على مكان واعتدى علي جنسيا وصور الاعتداء وبعته لأصحابه، ومخلي أصحابه كانوا برا الشقة إنه صار يحكي لهم بعد ما خلص اللي بده يجي أنا سامح له. قدر يستدرجها لمكان واغتصبها، واغتصبها هو عدة أفراد. فلما اجتني كان وضعها صعب، كان في عندها اكتئاب، حاولت الانتحار عدة مرات. شهد العام 2020 ارتفاعا ملحوظا في نسبة الجرائم الإلكترونية بالضفة الغربية مقارنة بالأعوام السابقة، إذ وصل عدد الشكاوى إلى أكثر من 2700 بعد اتجاه العالم للتواصل الإلكتروني خلال جائحة كورونا، بينما انخفض عددها قليلاً في العام 2021. جائحة كورونا، اعتماد العالم على الإنترنت وعلى وسائل التكنولوجيا أكثر في الدراسة، التعليم عن بعد، في العمل عن بعد، في التجارة الإلكترونية والتجارة عن بعد، هذا ساهم في زيادة الجرائم على مستوى العالم، وكمان ساهم في زيادته على مستوى فلسطين. يمكن هاي الزيادة في الأعداد احنا مش دائما يعني نغزوها، يعني بنفسرها انه لها علاقة بانه الجريمة زادت في فلسطين،
ممكن كان في جريمة لكن الناس ما كانت تتوجه لتقديم شكواهم لدى الشرطة لأنه كانوا بيعرفوش إنه يمكن في دائرة متخصصة، ما كانش في قانون متخصص. الإعلام ساعدنا في هذا الجانب صراحة من خلال الحديث عن الدائرة. أبرز الجرائم الإلكترونية في فلسطين تستهدف الأفراد بهدف الابتزاز أو الإسقاط للحصول على أموال أو لتلبية رغبات جنسية، وبعضها يستهدف التكنولوجيا ذاتها بقرصنة واختراق مواقع لسرقة المعلومات وتدمير الشبكات. البحث عن طوق نجاة سبيل يلهم الضحية، ولكن قد يكون الطوق ذاته وسيلة الغرق. صاروا يتصلوا فيديو كولز، يتصلوا عادي ويبتزوا بشكل أكبر، وأنه أنت إذا ما دفعتي رح نوصل لك وهاي الكلام. يعني الواحد بتعرض لضغط كتير كبير من هاي الحالات، أنه فعليا ما بتعرف شو تعمل. ففعليا هاي هي مشكلتي. أنا هون وقفت للحظة أنه لازم حد يساعدني، أنه هكر ما بحل الهكر إلا الهكر. هلأ أنا هيك فكرت. توصلت مع واحد من غزة، يعني ما بدي أذكر اسمه، ولكن صار يحكي لي إذا بتدفعي مصاري بساعدك. يعني هذا ابتزاز بحاله، أنه أنا طلبت مساعدة من شخص وهو صار يقول لي إذا بتدفعي مصاري بساعدك. أنا فعليا عن جد كنت بدي الأكاونت، يعني كنت بلحظة أنه خلص مش مفكرة إيش رح أدفع، مش مفكرة إيش رح أعمل، خلص بدي إياه، بدي أرجع له، بدي أرجع لمحتواي للإنستغرام، مش مقتنعة أنه الإشي راح. اليوم وبعد أن أصبح العالم قرية صغيرة تحكمها الفوضى السريعة، تشتعل حروب سبرانية تختلف أسلحتها عن أسلحة الحروب التقليدية. الهدف واحد والمصيدة مليئة بالضحايا. لوكالة وفا، أسيل صادق.